خلال الفترة اللي فاتت ابتدت بالمقاولين والاتحاد، لا شفنا أهداف، شفنا رتم سريع، تمام، في لياقة بدنية عالية، شفنا برضو بتروجيت أمام الزمالك عنده الرتم وعنده السرعة بدنيا واقفين على رجليهم. النهاردة برضو شفنا المصري والجونة، لا يعني كل الفرق استعدت استعداد كبير جدا. الاتحاد المقاولين كان ممتع برضو. يمكن اللقاء النهارده يشهد حاجه مختلفه شويه، ان دول فيه كميه كبيره جدا من لعيبه الكره في الفرقتين. يعني ممكن تلاقي في سيد المباريات اللي زي ديت امام النادي الاهلي، معظم الانديه امام نادي الزمالك الفرق الكبيره، انت ما بتحتاجش كابتن حمادي تحفز لعيبه، لعيبه متحفزه اصلا مستنيين اساسا، عارفين ان قيمه مقابله النادي الاهلي. انا جبت تشكيله الاسماعيلي، جبت تكشيف الاسماعيلي، اقول لك انا تشكيله كده وتقول لي هي اللي مش هي. ماشي اتفضل. زي ما قلنا بس اختلاف واحد بس، زي ما قلنا في الاول. وانا اتفرجت، انا اتفرجت عليهم في ماتش الصفاقسي في البطوله اللي بتلعب، كان بيلعب نادر رمضان بكرايت، ريتشارد بافور مساك، وكان محمد مجدي بس اتصاب، ممكن يحط محمد هاشم وطارق طه شمال في نص ملعب حسني ومتولي، ومعاهم محمد صادق، الجزير يمين، كريم بامبو، كريستوفر ماندونجا راس حربة. اقول لك انا التشكيل متوقع، لا كم الحاضر طبعا عليك غد واحده بس واحده غلط، ما هي ممكن تكون في مختلف يعني. طيب اقول لكم تشكيله الاسماعيلي، تشكيله لا ده انا بقولها على الماتش اللي ابوه في الصفاقسي. صفاقسي انا ما ده اخر تشكيله لعب بيها، واخر طريقه لعب ممكن اقول لك اشتغل ازاي في المباراه ديت، طريقه مختلفه شويه في الاداء. قول التشكيل، اديك فرصتك اسامه بسرعه عشان التشكيل جالي اهو. طيب الاسماعيلي متوقع النهارده يلعب 4-3-3، عصام الحاضر في حراسه المرمى، 4 ورا اديني الشمال طارق طه، ريتشارد بافور، محمود متولي، محمد هاشم، 3 في نص الملعب محمد صادق وحسن عبد الرب ونادر رمضان، 3 قدام لسعد الجزيري